سلام للناس، ان شاء الله تكون كامل بخير بصحة جيدة. اليوم راح ندير معكم ان تشيز كيك، السهرة الرمضانية. وش عندنا في المقادير؟ عندنا 200 غرام بسكوي مرحي سبيكولوز، او تكون كمية الزبدة فيه عالية. عندي 80 غرام زبدة دائبة، وهنايا درت كراميل ضفت عليه البندق وخليته حتى جمد وكسرته قطع صغيرة كيما هكا. وعندي 240 غرام جبن ابيض، تقدروا تستبدلوا بقطع كي جبن الكيري ولا كريمه طازجه ولا ماسكاربون. ومن جهه درت ربع كاس بوتر شونتيي وربع كاس حليب، طلعتهم مع بعض فوق حمام مائي. دوبت الشوكولا سوداء، ديروا الكميه اللي تحبوا، وزدت معها زوز مغارف قهوه سائله و6 غرام جيلاتين. والمقاس المول راح نستعملو 18 سنتيمتر، وانتوما كان عندكم المول تاعكم كبير تقدر تضاعفوا كمية المقادير اللي عطيتها لكم. هنايا راح نجيب الغيسيبيون تاعي، نحط فيه البيسكوي والزبدة الدائبة، نخلطهم مليح نبسسهم، نهزو في يدي تتشكل لي كتلة. وراح نبلاسيه في الفون دو طارت، نشكل طبقة مستوية ونحطو في الفريغو يحكم روحو. دركا راح نجيب لا شونتي اللي بعتيتها، نزيد عليها هذاك لو فرماج 240 عفوا. فوالا، ونزيد الشوكولا. انا استعملت الشوكولا السوداء، نتوما الشوكولا اللي تحبوا. دوك نخلطهم مع بعض، دوك نخلطو لو ميلونج. فوالا، ونجيب نكبو على لو فون لي درتو. فوالا هكا ابلاتي، درتو ستفتو في الفون دو طارت كيما هكا، ستفت لو بيسكوي حطيته يبرد، دوك جبدتو. وهنايا عاودت رجعت لو ميلونج في البيتران باش ليسيتو برك شويه. فوالا، دخلوا لي زانغريديون مليح. دوك راح نحط لا مواتي نتاع لي زانغريديون هنايا، اي لا مواتي عفوا نتاع الميلونج. فوالا، نابلاتيف. فوالا، نحاول نوزعو تكون الطبقة قد بعضها. فوالا، تحبو تحشيوه بأي حاجة. أنا هنايا خيرت لي زيكلا دو كراميل، زدت معاه درت الكراميل طيبتو. عندي في فيديو نتاع لا طارت هاديك لي بالفواكه كيف طيبت الكراميل، وزدت عليه حطيت عليه لي نوازيت. لي نوازيت يمشيو مليح مع الشوكولا خير من الجوز واللوز. فوالا، نحاول نوزعو ويعطي قرمشة سورتو اللي يحبوا حاجة كروكونت. ننصحكم بهذا، صدقوني يجي بنين بزاف. حددت قطعة تاع كراميل، راح نزيد الطبقة الثانية تاع لاكريم. فوالا، تقدروا ديروه تاني بالفواكه فاني كيما تحبوا، هذا كل واحد واش يحب. فوالا، دوك نوزعو حتى الشيز كيك ما يكونش عالي بزاف، دو بريفيرونس ما يكونش عالي بزاف باسكو فيه طبقه رفيعه نتاع برك نتاع غاتو. دو بريفيرونس تكون واحد لي 3 سنتيمتر برك لا كريم، باردون واحد لي 5 سنتيمتر كيك، باسكو العلو نتاع الغاتو
واحد لي 2 سنتيمتر هكيك. ودرك يا حبيباتي نحطو ليله كامله يبرد لي في الفريغو باش يحكم روحو، وان شاء الله نكملو لا ديكوراسيون تاعو. البنات بعد ما برد لو تشيز كيك انا حبيت هكا باك لا اوتور، باسكو انا هادو لو جور دو ديسير نحبهم نديغوستيهم برك، ما نحبش شغل ناكل ان مورسو كبير. نتوما كان حبيتيوه يجيك معالي لا كونتيتي نتاع لا كريم لي مديتها لكم ديروها الدوبل باش يشيكم معالي. فوالا دوك هنايا عندي كريم فريش طلعتها مع نوتيلا، وعندي هنايا حبيبات نتاع اوريو، وعندي بندق باش نشبح على الشيز كيك نتاعي. فوالا فوالا لو تشيز كيك البنات كيفاه شا. كما قلت لكم تقدروا تدوبلو لو لا كريم، لا كونتيتي اللي عطيتها لكم تقدروا تدوبلوها باش يجيكم عالي. انا كيما هكا مليح بزاف، ولو نوب نتاع العائله. فوالا هذه هي الطاوله نتاعي نتاع نهار اليوم الستاره، وهذا المقرود درته المره اللي عدات على كيما راكم تشوفوا. العبد ماشي ماكله برك، العباده رمضان للعباده، ولو اسيو كيفاش ما تبدروش، عرفوا كيفاه تتصرفوا. فوالا وصحة سحرتكم البنات، وان شاء الله تجربوا الوصفات وينالوا اعجابكم، وما تنسوش ديروا اشتراك وتفعلوا رنة الجرس باش يوصلكم كل جديد نتاعي، والسلام عليكم.